اهلا بيكي، اهلا. بشكر الجامعه جدا على استضافتها الحلوه دي، بشكر كل الطلبه اللي موجودين. بجد احنا كنا مبسوطين قوي النهارده من الاستضافه، وشكل الجمهور الناس مبسوطه وبتحب المسلسل جدا بشكل كبير، فده كان مخلينا داخلين كده عندنا طاقه حلوه. بس طبعا الحمد لله المسلسل ناجح بشكل كويس قوي، الناس مبسوطه منه بشكل كبير، وحاجه حلوه ان احنا نتكرم في جامعه عشان الناس اللي فيها هم طلبه في سننا وشباب في السن بتاعنا، فهيبقوا حاسين بالحاجات اللي احنا بنعملها ومصدقينها. فكويس قوي الحمد لله ان احنا وصلنا للناس دي، اللي هو من الصعب قوي ان احنا ان هم يصدقونا. يعني احنا جيل من الصعب ان احنا نصدق حاجه، نؤمن بحاجه او نبقى مصدقين مسلسل او قصه وايه ده الله ومصدقينها بجد. فالحمد لله احنا عملنا حاجه كويسه الحمد لله. اولا في الاول كنا معتبرينه الى حد ما ايه بروفا، يعني نشوف الناس هتبقى عامله ازاي، بس هو برده كسر توقعاتنا في الاول. الناس كانت بتشوفه بشكل كبير، اتشاف على الانترنت بشكل حلو قوي، بس طبعا مفيش مقارنه ما بين اللي بيحصل دلوقتي. يعني سي بي سي الموضوع بيتشاف عليها بشكل اكبر. مبسوط قوي ان الناس مبسوطه بالشكل ده، مبسوط قوي ان الموضوع مختلف، والناس كل ما تعرف ان ده اللي هو اللي كان عامل مثلا تريكه في مسافه تقول ايه ده الله. فدي حاجه بتخليني انا كممثل مبسوط جدا. وبس، والحمد لله، وان شاء الله اللي جاي احلى. ان شاء الله.